حلقة جديدة من برنامجكم صباح النور، لقمة هنية. رح أقلل البصل قبل ما يجوا، دائما بحكوا لي بنرجع ريحتنا الطبيخ. اليوم رح نعمل لكم صدور الدجاج محشية كستنة على طريقة كثير كثير رائعة، كثير رائعة. أول إشي هذا الطبق الجانب الجنب السدر، مش نشوي السدر بالفرن، نحط جنبه شوية بصل وكستنة ونملحها ونبهرهم، بيطلعوا كثير طيبين. نبلش احنا وياكم. طبعا فتحنا هون صدور الدجاج زي ما انتم شايفين، جبنا صدور فريش طازه فتحناهم بالسكينه عشان نحشي فياتهم الكستنه مع الزبده مع البصل الاخضر مع رشه البقدونس. عندنا هون البصل بدنا نخليه يستوي شوي. عندنا كستنه مسلوقه، كستنه سلقناها تقريبا 200 جرام هون، سلقناها وفتفتناها شوي، وراح نزيد عليها كمان 200 جرام من الزبدة. أنا سيحتها شوي حطيتها بالفرن، وراح نضيف عليها رشة من البقدونس. وعندي هون بصل أخضر قطعته ناعم، برضو راح أضيفه عليهم. وبدها سنين توم هيك مهروسين، راح ننزل لكم مقادير على الهواء. مهروسين، نحط فلفل اسود كميه يعني تناسب الكميه اللي عندنا، ورشه ملح، شويه زياده ملح عشان عند الزبده انا مش مملحه. وبنقلبهم منيح، بندعك شوي يعني خلي الكستنه كمان تنهرس معنا زي ما انتم شايفين هيك. الكستنة يعني مع الأكل، متذكرين لما عملنا الديك الرومي لما سوينا معاه كستنة كان كثير رائع. شوفوا أنا سلقت الكستنة للطريقة الناس اللي بتستصعب التقشير تاعها، فتحتها فتحة صغيرة هيك، شقيتها بالسكينة زي ما انتم شايفين هون، شقيتها شقة صغيرة هيك بالسكينة، وسلقتها تقريبا 18 دقيقة، 18 ل 20 دقيقة. بعد ما شلتها على طول حطيتها بمي وثلج، ففلقت القشرة تاعتها وكانت سهلة كثير بالتقشير، كثير كثير سهلة. هسا هاي الخلطة تاعتنا صارت جاهزة. هون على البصل بدي أضيف شوية سكر بني، شوية سكر بني، بنقلبه مع بعض برضه قبل ما يجي السيد أمين ويحكي لك ريحتي ومش ريحتي والاستديو. بنضيف عليهم الكستنة برضه كمان المسلوقة، رشة ملح، رشة فلفل أسود، وبدنا نحط شوية جوزة الطيب مطحونة. طبعا هاي اختياري، في ناس ما بيحبوا يحطوها على الأكل، بس صراحة بتعطي طعم ونكهة طيبين. نشيل هدول نحطهم هون هسا. مبدئيا عندي صينية، جبت ورقة الزبدة طعجتها زي ما انتم شايفين، وبدنا نبلش نحشي صدور الدجاج بالخلطة الشهية تاعتنا. الطريقة اللي بدكم إياها، بتفتحوا الصدر، في ناس بكبروا الصدر، بيفتحوا الفتحة كبيرة وبيخيطوه، بس أنا بشوف إنه كتير زيادة يعني إنك تخيط ومش تخيط من هالحكي، خلي الفتحة شوي صغيرة بيمشي الأمور معنا. زي ما أنتم شايفين هيك الصدر عندي يا محلى، صار محشي وجاهز. شايفين من جوا الحشوة كيف؟ رائعة. بنصفتهم هون تصفيت، برضه نفس الشيء. شو رايكم اشيل هذا على الشمال عشان تشوفوا على الكاميرا؟ بتقعدوها هيك على البورد، على صينيه اللي عندكم بالبيت، تحشوهم هيك بتصفطوا. وبنكمل بنحط بالصينيه هاي شويه مي
أنا بس راح أرش على الصدر من فوق بس فقط ملح وفلفل أسود، ما راح أرش عليهم ولا أي شيء تاني. ليش؟ أنا بدي طعم الدجاج يضل واضح، طعم الكستنة يبين، ما بدي أي نوع بهارات يغطي على هذا الطعم، عشانه صراحة لا يعوض. أنا صراحة طلعت طعم مع احترامي لكل اللي بيحبوا الكستنة المشوية، طلعت الكستنة المسلوقة أطيب. واللي بده يزعل يزعل، أنا هذا الحكي بحكيه عشان اللي بحكيها المشوي أطيب، لا والله أنها طلعت المسلوقة أطيب. نقلب أغراضنا اللي هون، بلشت تطلع ريحتهم. طبعا زيت زيتون انا قليتها، زيت زيتون للي بيسال. في حبه كستنه كامله هاي هرسناها، بحط عليهم شويه بصل اخضر على الوجه. هدول زي ما حكيتوا راح نقدمهم جانب الصحن. نكمل. حشوة. شوفوا صدر الدجاج. صح. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا، ابعد لي عن هون، ابعد لي عن هون. هاني بعد. شنية هي؟ كيف حالك يا سيد امين؟ والله حلو الطقس. شو اخبارك؟ والله الطقس عادي والله سيدي. والله رائع الطقس. الطقس عادي، انت اللي حلو سيدي. الطقس عادي. ليه والله؟ نمشي للبحر بعد ال يلا حاضرين، ما عندي أي مشاكل. وش بدها على الورد والأجواء؟ طبعا طبعا لازم نغير لك شوي. نعمل لك اجواء رومانسية. هلا بالحبيب. حلوة بيا بالكستنة. أنا عمري ما جربتها. أول مرة بدك تجربها. إي قالت لي منى راح تدمنها صراحة. وكثير دمين. سهلة يا أمين، كثير سهلة. بتصير تسويها بالبيت وأنت فاضي. إيه. تاكل كستنة وبتطبخ كستنة. يان. شنو هي ال شنو هي بروجرامك يا شيف او مشروعك في اول نهار في رمضان؟ والله الله يمسيه على خير، انا شوف صراحه انا اول يوم بكون مصدوم، مصدوم كثير برمضان. انت من الناس اللي تصدموا اول نهار؟ لا مصدوم جدا. بعدين خلص بتعود، ولما يخلص رمضان فعليا انا من الناس اللي بحزن. ايه بس بفرح بعدين. على كل ان شاء الله مبروك عليك يا حبيبي، ان شاء الله علينا وعليك على الجميع. يكون تسلم يا شهر الفضيل كالعادة، شهر خير وبركه. تفضل يا امين. شنو هذا بنحطهم بالفرن؟ لا سيدي العزيز. بدك ترش لي عليهم، ترش لي عليهم شويه ملح. يا بالتساوي، الله يرضى عليك عشان ما يروح تعبي على الفاضي. امين. هنا راني بالعاده ما نحطش برشا ملح. ايوه بالضبط، عشان ايش؟ يكون الطعم طيب صح؟ ايه، لانه صراحه الملح انه قادر تزيد بعد بحسب انت تحب او ما تحبش، ولكن اذا يكون الملح زايد ملول مش ممكن انه تنقصه. احكي لك ايش، احكي لك ايش، الشف الماهر اللي بعطيك الطعام المعتدل اللي الكل بحبه وما بتضايق منه. اذا انت كنت بتحب المالح بعطيك انا الاشي يكون مناسب لك، اذا انت ما بتحب المالح برضه بعطيك الاشي المناسب لك، الكل يكون مبسوط. بالتوازن كيف هذا؟ شوفوا يا متابعين الاعزاء، حشيناهم رشينا عليهم ملح. سر الملح تاو. ايه الملح لازم يكون معتدل، لا ناقص ولا زايد. انت بالضبط. يعني ما تحكي لي انا بحطش ملح كثير، لا اعطيني الطعم التست الطيب. اذا انا بحب الملح انبسط عليه، اذا انا بحب قليل الملح بنبسط عليه. اما هو في العاده انه اللي يحب يزيد الملح قادر يزيده، مش كيما اللي انسان انه ما يحبش الملح مش قادر ينقصه. يا الله الله الله. شنو هذا؟ الله الله. حطينا شويه مي. اوكي. راح نقصدرهم. وين ندخلهم؟ على الفرن. البس لي القفز الاحمر ودخل لي اياهم على الفرن. يلا تفضل استاذ من عيني. درجة حرارة 150 لمدة 40 دقيقة. خمس دقائق منهم ايش؟ مكشوفين. اوكي؟ بسم الله بسم الله. تفضل. والان سيداتي اعزائي مشاهدينا الكرام، السيد امين خلص الطبخة وحطها بالفرن. شكرا. سلم ايديك. سلم ايديك وعينيك. هذا هو الابداع مشاهدينا، هذا هو ابداعاتنا اليوم مع الشيف خالد. هذا الطبق الاولاني، الطبق الثاني تبوله التفاح، تبوله والعصير الليمون. نعم.
جميل. حشينا الصدور ودخلناها مع الفرن وظبطنا لكم هيك شويه مقبلات خفيفه. رح نعمل معكم تبوله، تبوله التفاح، شويه برغل ناعم نقعناهم، ادعكهم بزيت الزيتون. رشة ملح. شوي من البقدونس. شوي من الليمون. شوي من البصل. أكم منيح. نضيف كمان بقدونس. حركهم منيح. نضيف كمان بقدونس. نفرد نخلطهم. بعدين استخدمت انا التفاح الاخضر الامريكي اللي هو حامض. قطعته مكعبات صغيره. في منه شوي شرحات على اساس اني كنت ازين فيهم على الوجه. نحط عليه رمان ونكمل الزيت زيتون والليمون ورشة كمان من الملح. نضلنا نقلب. هاي بدكم تراعوا انه يكون الرمان حلو مش حامض، تمام؟ عشان عندنا ليمون وعندنا تفاح اخضر فما بدنا اياها كثير تكون حامضه. باقي الصحون زينهم تفاح رمان اللي بتحبوه، بس دائما لازم تستخدموا المتوفر عندكم زي ما حكينا. ايش موجود عندكم بتزينوا بالضبط الامور. خلصنا هيك التبولة، رتبنا أمورها، نرتب الطاولة عنا. بزدورة تقريبا ضايلهم خمس دقايق بكونوا جاهزين عبين ما إيش نخلص العصير الليمون. عصير الليمون حطينا لكم ليمون ونعنع سكر عشان الليمون حامض وسكر، وحطينا كمان ثلج، حطينا معاهم ثلج. خلطتهم انا عشان صوت الخلاط ما يزعجكم، بس بدي ارد اعطيهم خلطه هيك صغيره سريعه. بسم الله. شوف الصدوره تاعتنا. يلا شوي بدهم. طبعا هون التزيين زينت شغلات بسيطة، ليمونة، جزرة، هيك هاي الجذور تاعت الفول. خلصنا هون الليمون. سكر.
والسكر حسب المزاج. أنا ما بقدر على الحامض كثير عشان الواحد معدته. بسم الله. ليمون بنعنع زي التلج. هذا صوت أمين. هلا طلعت الداني. بزدورة الدجاج ما بدنا ننشفها، يعني هي كثير رائعة زي الزبدة، والتتبيلة أروع أروع بكثير. اهلا، خذ خذ. شو بدي اهلا يعمل؟ وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله. شو هالترتيب هيدا؟ سبع نجوم، سبع نجوم، ما في مزح. لا عن جد ما في مزح. حلوة هيدي هيك كشمام كثير، بس هي كثير بتاخذ وقت لشو؟ اهلا وسهلا. اهلا فيكم. احضر الدجاج. شايف حاطط حامض شي محل ب الليمون عندك. ليمون نعنع عندك، التبوله فيها حامض. حلوه ذي تبوله التفاح، شو الفرق؟ ما شفتش لانه الفقره بعتذر. تبوله التفاح انا بحطها مكان البندوره. تفاح بدل البندوره. انا هيك بعملها. اوكي. نعمل الصدوره هاي الشهيه. المحشيه. وين الكستنا؟ جواتها. جواتها. وهاي كستنا، وهاي كستنا، وهاي الصدورة. الله يعطيك الصحة يا شيخ. تسلم يا حبيب الشعب. قطعة ولا قطعتين؟ عملنا لكم هون صوص خفيف، هذا صوص يعني مايونيز كتشاب وشوية صوص كوكتيل. يعني كوكتيل. يس يس. بدك شوية حار ولا بدون؟ هي ليش ليه؟ ما تقولش ليه. هيدا أمين في مجال لو سمحت بس تفتح لي حبة سدر نشوف كيف وضعها. يا طبعا حطوا اعطينا سلو موشن. لا لا لا، من فوق انزل بالسكين والشوكه. ايوه لنا هكا. لا هيك ما راح تنقسم معك. تنقسم ها هيك. ايوه بالعرض هيك او محل القسمة هكا. بيني انا كمان عندي. اوه الريحه طيبه جدا. والطعم قطعه صغيره. محتاجة ملح؟ أنت اللي ملحت، أنا ماليش دخل. مش محتاجة؟ ما حدا بيحكي عن زيت وعكر يا عمي. طيبة. ما حدا بيحكي عن زيت وعكر. ملح صحيح؟ إيه ما بدها ملح. شفت كيف؟ أبداً ما بدها ملح. شفت كيف؟ فنان. فنان فنان فنان. والتبولة؟ يعطيك صحة يا شيف. الله يخليك. شكراً شيف. هذا الحلقة الماضية عملت شوية شمندر صح؟ عصير شمندر. ايه. فضل عندي شوي بالثلاجة فرحت شويتهم. بس شويتهم إيش؟ مع زيت زيتون وملح. يا بنينة تبولة التفاح كثير طيبة. بنينة حلوة الفكرة جدا والله حلوة. يعطيك صحة شيف. صحة وعافية.